طبعا بقالي فترة كبيرة ما طلعتش لايف ولا أنا عملت فيديوهات، وده لأني بدأت الدراسة وكنت ناوي بإذن الله إن أنا كل يوم أرفع فيديو معين على حاجة معينة هنا في أوكرانيا، أو أي حد محتاج مني حاجة معينة إن أنا أعمل بها فيديو. بس بصراحة الوقت ضيق جدا، النهار قليل، مش طويل. بحاول بقدر الإمكان إن أنا أصحى بدري، أروح الجامعة، أخلص مذاكرتي، أبدأ إن أنا بعد كده أعمل أكل، وبعد كده ممكن أخرج شوية كده، فالوقت بيكون ضيق. بس أنا بإذن الله محضر لكم فيديو هينزل إن شاء الله على يوم الجمعة الجاية بإذن الله، هيكون مجمع ما بين الجمعة اللي فاتت والجمعة الجاية. الجمعة اللي فاتت حصل فيها موقف طريف جدا وانا في الجامع، هحكي لكم عليه بس في يوم الجمعة الجاية بإذن الله، وهوصل لكم هوري لكم ازاي المسلمين هنا عايشين، وازاي يعني بيحافظوا على دينهم وبيصلوا، وكمان حياة الإسلام اللي احنا متعودين عليها وحياة الجوامع اللي احنا متعودين عليها والصلاة. بس هنا المشكلة ان مفيش مساجد في كل حتة في أوكرانيا، يعني في هنا في كييف على حد علمي في 3 مساجد، في مسجد اسمه أتاتورك، مسجد تركي، وفي مسجد اسمه الرحمة، ومسجد تاني اسمه المسجد الرائد. طبعا بتاع أتاتورك مسجد جميل جدا وكل حاجة، بس المشكلة اللي فيه ان مفيش فيه لغة عربية، مبيتكلمش لغة عربية، معظم الموجود هناك ما بيبقاش عرب، بيبقوا أتراك. المسجد التاني اللي هو مسجد المغفرة الرحمة، مسجد الرحمة أكبر مسجد هنا في أوكرانيا، والمسجد ده يعني على حد علمي ان هو مسجد ممكن يكون فيه شيعة او ما شابه ذلك، بس هو كمسجد مسجد كبير جدا، واخد مساحة كبيرة، مركز ثقافي، حاجة حلوة. بس انا عن نفسي بصلي في المسجد الرائد، لان المسجد الرائد بلاقي فيه عرب وناس محترمة، وبلاقي فيه اتراك، وبلاقي فيه اوكران، وبلاقي فيه جميع الجنسيات اللي هم المسلمين بيكونوا موجودين فيه، نساء ورجال. بصراحة عجبني المسجد، وعجبني ساحة المسجد، وعجبني النظام، وعجبني كل حاجة هناك. حتى في هناك على أبواب المسجد في ناس بتبيع أكل، وبتبيع أكل إسلامي، أكل كله حلال، يعني بتبيع لحمة حلال، بتبيع فراخ، بتبيع سندوتشات، بتبيع حتى في هناك ناس من فلسطين ولبنان وي 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 بيبيعوا سندوتشات اللي احنا عارفينها عندنا في بلادنا. يعني المكان جميل جدا وبإذن الله هيعجبكم. بس يعني بإذن الله استنوا عليا بس آخر الأسبوع، وبإذن الله الأسبوع القادم هحاول بقدر الامكان ان انا انزل يوم او 2 في الاسبوع، واعمل لكم فيديو مجمع عن اماكن العامة هنا في اوكرانيا، او لو انتوا في حاجة حابين تعرفوها او معلومة حابين تعرفوها انا موجود معاكم وممكن اوصلكم بيها. النهاردة في حد كلمني على الفيسبوك وقال لي انا جاي عايز اجي اوكرانيا، وانا عايز اجي اوكرانيا، بس الفكرة كلها انا مش جاي اوكرانيا عشان دراسة ولا عشان شغل ولا عشان كذا، انا جاي اوكرانيا عشان خاطر عايز اعدي الحدود ما بين اوكرانيا وبين المجر وادخل الاتحاد الاوروبي. طبعا انا اول ما سمعت الكلام ده انا ضحكت جدا، لان كلام صعب وكلام مش موجود اصلا، ممكن يكون حد فلت وعدى وكلام من ده، بس مخاطرة كبيرة جدا، ممكن تتمسك، ممكن تترحل، لان بلاد الاتحاد الاوروبي عموما غير اصلا القوات الخاصة لاوكرانيا، بيدفعوا مليارات 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 من الدولارات عشان خاطر يحافظوا على الحدود، ان مفيش حد يعدي من بلد للتانية طالما البلد دي مش تبع الاتحاد الاوروبي او مش من ضمن البلاد اللي انت تسمح لي من خلالها ان انت تعدي من بلد للتانية.
زي أوكرانيا وزي المجر، الحدود بينهم مقفولة. فأنا أنصحه، أنا مرضتش أقوله الكلام ده، بس أنا بنصح لو هو يشوف الفيديو بتاعي ده، أنصحه إن هو ما يفكرش في حاجة زي كده، وإن هو لو حب يسافر المجر أو يحب يسافر الاتحاد الأوروبي يدور على وسيلة ما تكونش إن هي تضره أو اللي هي توقعه في خطر. أحسن ما الله أعلم ممكن إيه اللي يحصل. لو عايز يجي أوكرانيا ممكن يجي هنا أوكرانيا يدرس، ممكن يجي أوكرانيا لو والله لو ربنا كرمه واشتغل، لو ربنا كرمه هنا ويدرس وبقى مجتهد وي وي وي، أو ممكن يجي هنا وفي خلال سنة الدراسة حاجة تحصل سبحان الله، ما نعرفش بكرة في إيه، وممكن يسافر. إنما إن هو يجي ويبقى حاطط في دماغه إن هو هيعدي الحدود والكلام ده، فدي مخاطرة كبيرة جدا، فأنا بنصحه إن هو ما يعملش حاجة زي دي. طبعا أنا كنت صورت فيديو برضو عن الجامعة وعن النظام في الجامعة، بس الفيديو بصراحة ما عجبنيش زي الفيديو اللي أنا صورته في المسجد، هو برضو ما عجبنيش. بس بإذن الله بإذن الله بإذن الله الأيام الجاية هقدر، هحاول إن أنا أي فيديو هنزله هيكون فيديو حلو، لأن أنا جالي برضو حد كان عمل لي تعليق كومنت على فيديو انا كنت عامله، هو تعليق سخيف شوية بس هو تعليق انا احترم رأيه، بس التعليق يعني هو بيقول لي انت بتصور نفسك والصورة مهزوزة والصورة وحشة وي وي وي. انا عارف ان الصورة وحشة والصورة مهزوزة والصورة مش تمام، بس دي كان على قد امكانياتي، فانا محتاج بس انت حد يساعدني ان انا اقدر اوصل كل حاجه هم انتوا عايزينها. في حاجه برضو انا باذن الله انا اقول لك، انا كل تصويري بالكاميرا الموبايل، فما فيش دقه. احاول بقدر الامكان ان انا اختار مواضيع وان انا ابدا ان انا انزل لكم مواضيع اول باول، بس يا ريت تدعموني في القناه ويا ريت تعملوا لي اشتراك بالقناه عشان احس ان في حاجه او احس ان في ناس فعلا مستنيين المحتوى اللي انا هقدمه، وادعوا لي وربنا يكرمكم. مع السلامة.